انا عندي شوف سبحان الله في السلوكيات والصفات عموما لابد فيه التوازن الوسطية. جميل. لا نقول واحد يعني جامل 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 او تقول لا تجامل، ولذلك اللي يكثر ويبالغ من المجاملة قد يصل الى النفاق، انا قاعد ينافق. واللي ايضا احيانا ما عنده شيء اسمه مجاملة ويقول انا صريح جدا قد يصل للوقاحة على ما يسمى. فخل الواحد ديننا دين وسط. يا سلام. زين يعني لا تصير انت وبعضهم يجامل على حتى لو الخطأ مثلا يجلس وفيه منكر فيه خطأ معين صحيح وتلقاه يقول لا يا اخي جامله ما قدرت اتكلم ما ابغى اخرب الجلسة. يا اخي في الدين واضح، والله يا اخي الحديث الصحيح لن يشاد الدين احد الا غلبه. الدين واضح والشريعة واضحة جدا، ما في شيء اسمه مجاملة. في شيء نجامل فيه في امور احيانا الاعتيادية الاعراف في العادات البسيطة صح. تقول يلا حيا عين فراش وعين الحاف يا هلا وسهلا نور البيت، بعضهم يقول لا اتكذب ما نور ولا. لا يا اخي انا اتكلم، هذه المجاملة اللطيفة اللي هي اللطافة. واحيانا تقول لا خلك صريح، والصراحة جميلة ايضا بحدود. فدائما اقول الواحد يكون وسطي في كل تصرفات. يا سلام. لذلك في مقولة يقولون لا تبالغ في المجاملة فتسقط في بئر النفاق. ولا تبالغ في يعني الصراحة. في الصراحة فتسقط في وحل الوقاحة. سبحان الله. فزي ما ذكر ابو عمر يعني بعض الأحيان الناس يقول والله يا أخي هذه الطبيعة فيني أنا إنسان صريح. لا ما أنت إنسان صريح على حسابي إيش يعني طيب. قاعد تشرشح الناس وتسفل بهم تقول أنا إنسان صريح. ترى ابن القيم له كلام جميل في الصفات، كاني ما نسيت الكتاب لكن أذكر يجيب صفة مثلا حلو. الشجاعة والجرأة. شوف الشجاعة إذا صار واحد يقول أنا شجاع ويتجاوز في الشجاعة ممكن يروح يقتحم يسوي أي شيء يقفز إلى آخر نسميه تهور. وممكن واحد يقول لا أنا زين شجاع على خفيف مقصر في هالمجال زين ما تقدر تقول له هذا شجاع، هذا ربما يصل للجبن للخوف. في كل صفة فيها زي الكرم والبخل، واحد يقول كريم إن شاء الله تسلف عشان أصير كريم لا يا أخي إيه أنت ربما تصل للإسراف ربما أو والثاني العكس يقتر مثلا. جميل. عباس أبا أسألك سؤال، هل في يوم من الأيام جاملت على مصلحة نفسك على حساب نفسك؟ يوم من الأيام أدينا موقف أدينا قول لي عكس قول لي هل في يوم من الأيام ما جاملت؟ أوه يعني أنت إنسان تجامل. والله تبى الصراحة إيه؟ أنا عندي جبر الخواطر مهم جدا. بس تجامل على مصلحة نفسك؟ كثير. طيب أم حمزة ما جبرته بخاطرها يا جماعة؟ حمزة خلاها تغور خلاها تغور في 60 دقيقة هي ونسيبها. مو كل الجهات. نسيب مضروب. نسيب مضروب. والله شوف يا عبد الرحمن ولا يهون الشباب. أنا موضوع المجاملة بالنسبة لي بأمانة بأمانة. جميل. يعني في فترة من الفترات كان بتعبني ذاته في حياتي. بسبب؟ المجاملة. لا بسبب إيش؟ وعدا مجاملة شديدة. إني قاعد أضر نفسي مثلا يأخذ من وقتي يأخذ من وقتي مع عائلتي يأخذ من كل شيء من يعني جهدك من فلوسك من أي حاجة. لكن أنا شخصيا عندي إنه الواحد يكون مجامل أفضل 100 مرة من الواحد يكون زي ما قال بندر وقح. يعني لأنه بأمانة المجامل أحيانا ما يزعل أحد ما يكسر خاطر أحد ما يجرح احد بس ممكن يضر نفسه. ترى يا اخي شوف بقول لك شيء، الضرر على نفسك انا عندي مشكله انه الضرر لما يكون ضرر متعدي على اشخاص ثانيين انا اشوف انها مشكله يا اخي بامانه. معلش لكن انت لا تتعب نفسك كمان وتوصل الى حد لان ما انت تزهج او تقرف من الموضوع. لكن يعني انت تأيد المجامله؟ انا اشوف ما أأيدها لكن 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 انا احبذ اكثر من موضوع اللي إيه بس الصراحه الشديده. بس معلش بس انت خليك مجامل يا اخي. مثلا احيانا تشوف لك واحد راح السوق راح اشترى سياره، السياره دي انت عارف انه فيها وفيها 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 مش اشتراها وخلص وانتهينا موضوع انتهى. يا اخي بالله ما لقيت الا دي. فهمت الفكره انت؟ ومالك ما خلاص الرجال اشترى ما شاء الله الف مبروك. لابد تنظر للمجاملة يعني منظور أكبر شوي وأوسع. يعني بعض الأحيان تجامل مثلا جاء وسألوك عن فلان في قضية زواج. لا أنت الآن مثلا هذه ما اسمها مجاملة. حساب إيش؟ هذه مو مجاملة، هذا أيوة. صدق وكذب. أنت كذا كذبت. أيوة. فأنا أقولك بعض الأحيان مجاملة تدخلك في باب الكذب باب النفاق. لا لا يعني شيء هذه مو مجاملة كذب. أبو عبد الله هذه ما هي مجاملة. سألوك قالوا لك كيف إبراهيم النقيب نبغى نزوجه، قول والله الرجال فيه وفيه 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 وفيه. تقول الحاجة اللي عندك. فهمت الفكرة؟ أيه.
لكن هذه تطلع المجامله، هذه حاجه ثانيه. في نقطه بس ثانيه مهمه، انا بس سمعنا اسلم في موضوع المجامله، انت كنت تتكلم عن موضوع الزواج. انا هذه مش اشوفها مجامله احيانا، ما ادري والله ايش اسميها، تدري شلون ابو كلام يعني؟ لا 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 فشخره، وايش يقول الناس، فلان سوى فانت ما سويت. والله العظيم يا اخواننا اني كنت جالس مع شباب كلهم مملكين يا ابو عمر. الكلام ده وين؟ كنا يمكن بعد ما عندكم جروب مملكين؟ لا مو مقرب. مو قرب، بعد ما سوي حج الله يبيك اللهم لبيك، خلاص ثلاث ايام تشريق اجلس سوا. ففتحوا موضوع، فطلعوا عندنا يمكن زي ثلاثه كذا كانوا مملكين يمين، والله العظيم ورطانين. انت فاهم يا عشان ورطانين يا اخي؟ يقول لك الاشياء اللي تحسها انت كماليات، يمكن تكاليفها حق نفس تكاليف العشاء والقاعه وكذا وكذا، ده كله كلام، كلها اشياء فاضيه. انت مثلا انت اخوك سوى كذا تسوي زيه، انت اختك سوى لها كذا انت تسوي. لا يا ناس، انا انت اذا انسان شخصيتك ذاتها قويه مفترض تكون عند اهلك، سواء عند اهل الرجال او أهل. انا عندي واحد اثنين ثلاثه، الهدف شنو؟ اهم شيء انا ابغى اتزوج، اتزوج بما يرضي الله عز وجل، لا اسراف يا اخي ولا كمان بخل.